هلا احنا نذكر حالنا هون انا عندي x dot يساوي ax plus b u و y عندي cx plus d مش هيك؟ هذول طلعنا احنا a و b طلعناهم وهذا كان عندي 4 في 4 وهذا ايش كان؟ 4 في 1 مش هيك؟ وبعدين هذا راح يكون عندي 2 لانه هذول عندي 2 مش هيك؟ 2 في 4 وهذا راح يكون 2 في 4 و2 في 1 مظبوط؟ لا دي دي علاقة ما بين الانبوت والاوتبوت قديش عدد الانبوت؟ 1 قديش عدد الاوتبوت؟ 2 مش هيك؟ n في n n في i j في n j في i اوكي؟ إذا راح يكون عندي دي عبارة عن 2 باي 1 بس احنا عارفين فيش علاقة بين دي ويو مش هيك؟ في لأنه ايش المعادلات؟ y1 شو بتساوي؟ y1 شو بتساوي؟ x1 of t زائد 0 x2 إلى آخره مش هيك؟ مضبوط؟ وعندي y2 of t شو بتساوي؟ x3 0 0 0 1 0 مش هيك؟ مضبوط؟ هل في هون u؟ ما فيش دايركت ترانزميشن ما بين يو وواي اوكي ما في علاقه مباشره بينهم في علاقه غير مباشره بس فيش علاقه مباشره اذا راح يصير عندي الان هيهم هدول صار عندي هاي المعادله هاي هلا هذه بدي اضربها في اكس فراح يصير عندي 1 0 0 0 0 0 1 0 هاي ايش سي ودي راح تكون زيرو اوكي بس فيكتور هي زيرو بس فيكتور اوكي ماشي هيك صار عندي الفول ستيت سبيس ايكويشن لهذا السيستم